لقاءات سفراء بعض الدول مع أحزاب سياسية جزائرية لا تزال تصنع الحدث، سيما وأن هذه اللقاءات تزامنت مع وضع سياسي غير مستقر تمر به البلاد. حركة حمس إحدى الأحزاب التي استقبلت عدداً من التمثيليات الدبلوماسية بالجزائر، زعيمها عبد الرزاق مقري يشرح خلفيات هذه اللقاءات. نحن يعني من الناحية المبدئية نعتبر بأن هذا النشاط هو نشاط عادي، يعني السفارات يعني يهمها بطبيعة الحال أن تعرف يعني وجهات نظر الأحزاب وتوجهاتهم الفكرية والسياسية والاقتصادية في إطار بطبيعة الحال البحث عن في إطار الاستشراف، ولكن التوقيت هو المهم. التوقيت ينم على أن البلد يعيش تحولات كبيرة جدا، وأن هذه البلدان التي زار سفراؤها الأحزاب يعرفون ما يحدث داخل النظام الجزائري أكثر من الجزائريين أنفسهم. حزب طلائع الحريات التقى هو الآخر عددا من السفراء. بالنسبة لطلائع الحريات فأن رئيس الحزب استقبل العديد من السفراء، سفراء أمريكا، فرنسا، بريطانيا، كندا إلى آخره، وسفير فلسطين أيضا استقبله رئيس حزب طلائع الحريات. وكل هذه الاستقبالات تمت بطلب من هؤلاء السفراء الذين يعني يحاولون الالتقاء مع مسؤولي الأحزاب الكبرى للحديث معهم، للاطلاع على برامج هذه الأحزاب، للاطلاع على تصوراتهم وآرائهم فيما في الوضع في الجزائر. الأكيد أن سفراء الدول العظمى يهمهم ما يجري بالجزائر، وربما يعرفون أكثر مما يعرف الجزائريون أنفسهم عن الواقع السياسي الحاصل. لكن هل إنزالات سفراء الدول العظمى على الأحزاب بريئة أم تحمل خلفيات تطبخها هذه الدول حول مستقبل الجزائر؟